ضغط عليا ولا ندوي لا هو معقوله ترضاها ولا لي يرجلا يا خليفه تبارك كصحفيين قلنا لازم من نصدر صحيفة طبعا صحيفة ورقية وسميناها الحياة الليبية وبدينا نديره في تقارير وتحقيقات ويعني لما مشينا نديره في الحوارات ولقينا فيه قبول من جهات مسؤولة أو من حتى المواطنين وعسس أنها صحيفة وطنية وطبعا واجهتنا صعوبات من ناحية الإمكانيات نحتفل اليوم بصدور صحيفة الحياة الليبية عن مؤسسة دعم تشجيع الصحافة وسبقتنا في طرابلس صدورا تقريبا أكثر من صحيفة فهذه الحمد لله عودة لبث الروح والحياة في الصحافة الليبية ليس أنقص من قدر صحف ربما هي كانت خاصة ولكن دائما للصحافة الوطنية أو للصحافة اللي هي تبع الدولة أكيد لها وضعها الخاص يعني فحقيقة من خلال منبركم هذا أنا أتمنى أن نوجه رسالة للمسؤولين في الدولة أن مهم جدا الالتفات إلى الإعلام مهم جدا أن يضعوا في أولوياتهم هذه الصحيفة مثلا بجهود شخصية وبجهود خاصة جدا